السلام عليكم يا دكاترة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الـ Vital Signs. دي هتبقى إن شاء الله آخر محاضرة في الكورس بتاعنا. هنشوف إيه هي الـ Vital Signs ونشوف تعريفها ونشوف أهميتها. فبنقول الـ Vital Signs زي إيه؟ زي Temperature, Pulse, Respiration, Blood Pressure. دي كلها بسميها Vital Signs أو Cardinal Signs. كلمة Vital أصلاً يعني اللي هي المهمة أو ذات الأهمية الكبرى. Signs العلامات اللي هي العلامات الحيوية. دي الترجمة الحرفية بتاعتها. بنقول الفيتال ساينس دي بتعتبر ريفليكشن للفيزيولوجيكال ستيتس بتاع اي انديفيديوال، او هي بتديني انفورميشن او معلومات على الحاله الصحيه بتاع العيان او الكرنت كونديشن او الهيلث ستيتس بتاعته. فالاسسمنت او تقييم الفيتال ساينس دي او ان انا اعملها امتى او كل قد ايه، ده بيعتمد على حاله العيان نفسه. الناس اللي هم كريتيكالي ال، الناس اللي عندهم مشاكل صحيه او في الاي سي يو، دول هيتطلبوا ان انا اعمل لهم ايفالويشن اكتر، هاخد بالي اكتر، اعمل ساينز اكتر. والناس اللي حالتهم بتبقى استابليشد هيحتاجوا طبعا لونجر ديوريشن اكتر، اعمل كل فتره اطول وهكذا. امتى بقى اعمل assessment للvital signs يعني الانديكيشن؟ امتى؟ اول حاجة on admission، لو عيان داخل المستشفى. on change the health status، لو حسب اعراض معينة وحاجة معينة مختلفة وعايز يشوف المشكلة اللي عنده. لو هيبتدي ياخد دراجز جديدة، لو هيعمل عملية، لو هيعمل اي diagnostic procedure invasive، يعني هياخد صبغة، يعمل اشعة بالصبغة، هيعمل اي حاجة invasive، هيعمل endoscopy. كل الحاجات دي تخليني اعمل assessment للفيتال ساينس. يبقى الفيتال ساينس اللي احنا عرفناهم اللي هم الاربعه، ومعاهم البين بيعتبر خامس فيتال ساينس، نتكلم عليهم واحده واحده. اول حاجه البادي تمبريتشر، بنقول هي عباره عن البالانس ما بين الهيت برودوسد والهيت لوست باي ذا بادي. الهيت برودكشن اللي هو الثيرموجينيسيس، الهيت لوست اللي هو الثيرموليزيس. ده البالانس ما بين الاثنين اللي هو ده اللي انا بقيسه، هو ده البادي تمبريتشر. طبعا زي ما احنا عارفين التمبريتشر بتتقاس بالفرنهايت او بالسلسيوس، وان انا بقدر احول من ده لده. النورمال رينج بتاعها الافريج تمبريتشر 37 سلسيوس او 98.6 الفرنهايت. في اسباب بتخلي في رينج للتمبريتشر فاريشن او ديفرنسز ما بين الناس. في ناس في الكولر او هوتر عن التانيين، حسب التايم اوف ذا داي، حسب انها بتبقى هاير في الايفنينج، حسب البادي سايت، المكان اللي انا هقيس منه. في areas of the body بتبقى hotter او cooler عن areas تانية. طبعا في expressions كده بتستخدم متعلقة بالtemperature. اما اقول فبرايل يعني عنده fever، يعني fever اكتر من 101 فارنهايت. اما اقول افبرايل without fever، الاورال temperature طبعا دي expression هتختلف حسب المكان. هسمي temperature باختلاف المكان اللي هي هتتقاس منه. لما اقول oral يبقى انا قست باي ماوس، لما اقول rectal يبقى قست من الريكتم، لما اقول axillary بالارم بيت من تحت الارم الاجزيلا، لما اقول اورال او تمبانيك يبقى انا خدتها من الاير، وهكذا حسب السايت اللي هقيس منه. النورمال رينج بتاع البادي تمبريتشر هيختلف حسب المكان اللي انا قست منه. لو قست من الاورال يبقى النورمال هيبقى 37، لو قست من الريكتم يبقى الريكتال تمبريتشر هتبقى 37.6، لو قست من الاجزيلا يبقى الاجزيلاري تمبريتشر هتبقى 36.4. طبعا بنقيس التمبريتشر بالثيرمومتر، وعندي انواع كتير من الثيرمومترز. اول حاجه الالكترونيك او الجلاس او الكلينيكال ثيرمومتر، وبيبقى ليها كفر عشان تو بريفنت الكروس كونتامينيشن. وبتبقى متقسمه كل 0.2 ديجريز، كل شرطه عباره عن 0.2. تاني نوع عندي اللي هو الالكترونيك ثيرمومتر، وبستخدمه عشان اقيس الاورال او الاكزيلاري او الريكتال، وبياخد حوالي 2 minute to 30 seconds عشان يديني الاكيوريت ريدنج بتاعته.
في النوع الثالث اللي هو disposable thermometer، وده بسميه chemical thermometer، وبيدي color حسب ال specific temperature اللي هو قاسها، وبياخد حوالي 60 second عشان يدي ال accurate reading. النوع الرابع اللي هو التمبانيك ثيرموميتر، اللي هو بياخد حوالي من 2 to 3 seconds عشان يدي الاكوريت ريدنج بتاعه. تمبانيك طبعا يعني حاجة related بالإير. يبقى بنقول causes of increased temperature لو في حالة الإلنس أو infection أو exercise أو excitement، أو ممكن تبقى temperature تقل في حالة إيه، واحد صايم في حالة starvation أو وهو نايم أو muscle activity قلت، أو مثلا في ال cold weather إنه اتعرض ل cold temperature في ال environment، أو عنده disease معين، حاجة thyroid، حاجة hormonal، كل دي أسباب تخلي temperature تبقى decreased. تاني vital sign عندنا اللي هي البلس. ايه هو البلس؟ هو الضغط اللي بيعمله البلد pushing لما بيعدي في الوول بتاع الارتري. يعني ايه؟ يعني هو النبض او الخفقان اللي هيعمله لما الهارت يعمل contraction او لما الهارت يعمل resting. يبقى احنا بنقول البلس ده عبارة عن ويف من البلد جاية منين؟ من الكونتراكشن بتاع الليفت فنتركل بتاع الهارت. لو زاد البلس عن النورمال رينج بسميها تاكيكارديا، او لو قل عن النورمال رينج بسميها براديكارديا. البراديكارديا ليها اسبابها، التاكيكارديا ليها اسبابها. البراديكارديا اللي هي ديكريز عن النورمال رينج نتيجة لايه؟ نتيجة لميديكيشنز، نتيجة للاك اوف اوكسجين. التاكيكارديا بقى بتبقى نتيجة لإيه؟ نتيجة ل في mental stress أو physical stress، في pain، في exercise، في infection، في برضو lack of oxygen بيعمل تاكيكارديا، في low blood pressure، كل دي أسباب للتاكيكارديا. بنقول pulse rate بيختلف حسب ال age وال sex وال body size، وبلاقيه في الومن دايما أسرع من المن، فبلاقيه في الأدلت عادة من 60 ل 80 beat per minute، وفي الشيلدرن أكتر من 7 سنين من 70 ل 100، من سنة ل 7 سنين بيبقى من 80 ل 110، الانفانتس بيبقى من 100 ل 160. بيتسمى طبعا حسب المكان اللي هيتقاس منه. في 9 سايتس بقيس منهم البلس. في التمبورال ده لو من الدماغ، لو كاروتيد لو من النك، الابيكال بقى لو حطيت ايدي من فوق على مكان الهارت، والبراكيال لو حطيت ايدي على الارم من فوق، يبقى ده البراكيال. الراديال ده طبعا المكان اللي فيه الرزغ كده اللي كلنا عارفينه ومتعودين عليه. الفيمورال اللي هو من الليج، من الفيمورال ارتري، من الليج. البوبليتيال اللي هو من تحت الركبة، بحط ايدي تحت الركبة والفينجرز وبتني الركبة ل 45 درجة وابتدي عد. البوستيريور تيبيال اللي هي زي ما الصورة مبينة، ونحط الصوابع عليها كده ونعد. الدورسال سبيدز ارتري بحط الايد عليه، اللي هو بيبقى موجود على ظهر او مقدمة القدم، بنحط الصوابع عليه ونبتدي نعد على الدورسال سبيدز ارتري. كده تجميع للناين بارتس او الناين لوكيشنز اللي بيتم فيهم قياس البالس حسب الارترز اللي بيتقاس منها. الريسبيريشن بقى هو البروسيس اوف برينجينج اوكسجين انتو ذا بادي تيشو، ادخلها اوكسجين، وريموفينج الدايوكسيد منها، اطلع الكربون دايوكسيد بره. اللنج هي طبعا اللي بتعمل المين رول في العمليه دي. عندي انترنال واكسترنال ريسبيريشن. الانترنال اللي هسحب لجوه ده اللي هو الانسبيريشن، الاكسترنال اللي انا هطلع لبره اللي هو الاكسبيريشن الاكسهاليشن. في terms بقى بتبقى characteristic للrespiration، زي مثلا ما اقول respiratory rate، ده عبارة عن ايه؟ عدد المرات اللي البيرسون هيعمل فيها breathing in and out في ال 1 minute. في عندي كمان ال depth بتاع respiration، ده عبارة عن ال movement بتاع ال chest في حالة ال inspiration اللي هو بيخليه deep او shallow. في عندي ال rhythm اللي هو ال interval ما بين ال 2 respiration، يعني
يعني المدة اللي ما بين الـ in and out، اللي ما بين الـ inspiration والـ expiration. بنقول الـ normal respiratory rate بيبقى متراوح من 14 ل 20 وفي الـ resting state يعني. وبنقيسه ازاي؟ بنخلي الـ patient نايم relaxed ونخلي ايده على الـ abdomen، وهيجي يقيس يحط his arm على الـ patient arm ويبتدي يعد complete cycles من الـ inspiration والـ expiration. في ترمز بقى بتتعلق بالريسبيريشن، في عندي تاكيبنيا، برادبنيا. التاكيبنيا اللي هي انكريز الريسبيراتوري ريت اكتر من 24 بريث بير مينيت، البرادبنيا اللي هي لو قل عن 10، في الابنيا اللي هو توتال سيسيشن للبريذنج او للريسبيراتوري ريت. البلد بريشر بقى اللي هي الفورس اكزيرتد باي ذا بلاد اللي هيعملها البلاد على الفيزلز بتاع الارتيريال وول، وبتتقاس بالمليمتر ميركوري. البلد بريشر بنقيسه بسيستوليك ودايستوليك، يعني في تو ريدنجز او تو نمبرز، النمبر اللي فوق بسميه سيستول، اللي تحت بسميه الدايستول. السيستول ده اللي هو ماكسيمم بريشر اكزيرتد باي ذا ارتريز ساعه الكونتراكشن، يعني اعلى كونسنتريشن هتعمله الارتريز مع الكونتراكشن بتاع الليفت فنتركل. الدايستول بقى هو البريشر اللي اكزيرتنج اتريست يعني او between two contractions. الميثودز اوف ميجرينج دايركت او اندايركت ميثود، ده الدايركت ميثود بالاسيلوسكوب، ان انا بحط نيدل او كاثيتر جوه البريكيال او الريديال او الفيمورال ارتري وبيقيس لي البريشر في شكل ويفز على المونيتور اللي جنب العيان، او اندايركت ميثود. الان دايركت ميثود بقى ان انا بقيس بالسفيجمو مانوميتر بثلاث طرق، بميركوري مانوميتر اللي هو الشكل ده، او الانيرويد ده، او الالكترونيك بلاد بريشر ديفايس. النورمال بلاد بريشر زي ما كلنا عارفين من 120 على 80، الرينج بتاع السيستوليك من 100 ل 140، الرينج بتاع الدايستوليك من 60 ل 90، وبيختلف النورمال رينج او الافريج من بيرسون أو من individual to individual. في بقى حاجات لازم ده شكل المونيتور اللي بتبقى. شكرا يا دكاترة.